الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، توحيد العباده وتضمن الشرع في التضمريه. قال: وقد اتفق النظار مثبتي الصفات على انه يعلم بالعقل عند المحققين انه حي عليم وقدير مريد، وكذا السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل. قلنا ان هذا يعني قبل ذلك بينا ان هذه الصفات ثابتة لله جل في علاه بالعقل. الحمد لله. كل الصفات الثبوتية ثابتة لله بالعقل إلا الصفات الخبرية، لا مدخل العقل فيها. وقد أثبت هذه الصفات ابن كلاب، ولكن كما بينا بأنه يثبتها على أنها مستجدة، استغفر الله. بل وكذلك إن كان الرؤيا أثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح. وقد يمكن إثبات الرؤيا بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما قال إن الرؤيا تتوقف على أمور وجودية، فإن لم تتوقف على أمور وجودية يكون موجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، وكان هذا الأمور مبسوط في غير هذا. وهذا كلام صراحة يعني لا أدري لما ابن تيمية قال بهذا الكلام، وبذلك أشكل على أهل السنة وأتعب من يقرأ له في هذا الباب. وإن قلنا بأن الرؤية يراها، نعم، الأولى بنا في مسائل العقل هنا وهي مسائل قياس الأولى أو القياس، لما قال النبي موسى عليه السلام: رب أرني كيف أنظر إليك، أو قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن رب قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، إذا تجلى للجبل فيكون من باب أولى أن أتجلى لعبادي فيرونه. هذا هو مسألة القياس الأولوي، بدل من هذه سفسطة السلفي الفلاسفة لا تجدي. والمقصود هنا أن من الطرق يسلكها الأمة من أتبعهم نظار السنة، من نظر السنة في هذا الباب، أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى صفتين متقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لو وصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز. لما؟ لأنه ما دمت أقررت بذات يبقى لابد أن تقر بإيش؟ بصفات. ولو لم يوصف، لأنه لا يمكن ذات عارية عن الصفات. ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالسمام والخرس والبكر. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مبين للعالم كان داخلا فيه. سلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه استلزم صفة الأخرى، وتلك صفة نقص ينزع عنها الكامل من المخلوقات وتنزيه الخالق منها عنها أولى. وهذه الطريق هي غير قولنا إن هذه صفات الكمال أو صفات الكمال التي تصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ووضع في الإثبات به، مثل ما فعل ذلك من النظار حتى الآمدي، نعم، وأمثاله مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لم يكن متصم بهذه الصفة كالسمع والبصر والكلام مع كوني حيا لكان متصم بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما على أساس التلازم يعني. فنقول: أما المتقابلان فأما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض واختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع الطرفيه في الصدق والكذب، أنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، ولا صح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه ومكيما بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم هما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا صح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ لا توصفان شيئان
لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة، والموت هو هذا من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصم والبكم ونحو ذلك. وجه ثاني يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايقان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، أو يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان، يعني ما نغاية أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون مراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب وزيد ليس بحجر، فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك فإن ذلك والعدم. وهذا التقدير يعني أيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما يكون موجودا وإما لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، بهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصاف بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يجب أن يكون طالة حية وطالة استغفر الله وطالة أصم وطالة سميعا، وهذا يجب اتصافه بالنقص، ونحن ننزل لا عن ذلك ما نفاها. وقال إن نفاها ليس بنقص لظني أنه لا يقبل الاتصاف أو لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون فيها نقصا. وقيل له أيضا أنت تقال واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما وجود وإما معدوم، لأن الآخر ويشترط العلم بإمكان حديما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما لا يكون، وإما يكون سميعا بصيرا وإما لا يكون، هذا في ممكن الوجوب، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا حصل المقصود. قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع وبصير وليس ببصير، ومنازع اختار النفي. فيقال له هذا على تقدير مثبت الواجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنع عليه، والقول الامتناع على وجه له إذ لا دليل على عيب وجوده. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على الامتناع ذلك بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. وعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنع عليه، ثاني باطل يعني باطل أن تكون ممتنع عليه يعني. فتعين الأول لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، هذه هي الطريقة معروفة لمن سلكان النظار. قال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، إما حي وإما غير حي، وإما ناطق أو إما غير ناطق، وأمثال ذلك مما في سلب لها، فلم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب. ناقض بالسلب والإجابة على وجه يلزم من صدق وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا إما هو إما بصير وما ليس بصير كان إجابا وسلبا، فإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذه منازعة لفظية. إلا فالمعنى في الموضعين أساس أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين،
فالأول هو النقيضان، والثاني مما أن يكون أخلو المحل عنهما، وإما لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنه بوصف ثالث بينهما كالحمر بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفت عين الآخر. هذا الوجه الثالث. أما الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصال بالحياة العلم والقدرة والكلام والحوار، أنقص المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنه، ولهذا كان الحجر نحو ونحو الحجر ونحو أنقص من الحي والأعمى، لأن الذي يكون قابلا نعم و للصفة ووصل منها هذا أكمل الذي لا يكون قابلا بحمل الأحوال. وحينئذ إذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبول لها فتنزيه عن امتناع قبولها لها أولى وأحرى، إذ تقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. أو بتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه إلا لا بصفات الكمال ولا بصفات نقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكنا وأنه واجب له وهو مطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. وجاء في القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون مع الله من دون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. قال أهل اللغة الموتى بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، اشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب روح فيه، يعني